شاب مصري اسمه إبراهيم خليل أثار حالة من الجدل الكبيرة جدا على السوشيال ميديا بسبب دعوته لقص شعر البنات في الشارع. إبراهيم اللي عايش في الإمارات حرض الشباب في مصر علشان يقصوا شعر البنات في الشارع، لكن ليه هو عاوز يعمل كده وإيه اللي حصل معاه قلب الدنيا؟ تفاصيل كتيرة جدا بنوضحها لحضراتكم بالفيديو ده، فخليكم معانا. في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه عن الحرية والأمن والأمان، خرج شاب مصري اسمه إبراهيم خليل علشان يكون حديث السوشيال ميديا مش بس في مصر ولكن كمان في الوطن العربي كله بسبب بوستاته الغريبة ضد البنات واللي بيهاجم فيها البنات بشكل كبير جدا. مش بس كده، لكنه كمان ركز هجومه على البنات اللي بشعرهم وكمان دعا لإزائهم نفسيا من خلال دعوة الشباب على أنهم يضروا البنات بطريقة صعبة. إبراهيم خليل اللي قال في بوستاته هو لو كل واحد اشترى مقص وقابل أي واحدة كشف شعرها أم قصص لها شعرها مش هتلاقي ولا واحدة من غير حجاب. البوستات اللي بينزلها إبراهيم بيهاجم فيها البنات عملت حالة من الجدل مع تداولها بشكل واسع جدا على السوشيال ميديا وسط مطالبات بالقبض عليه محاسبته. لكن إبراهيم اللي طلع رد على الهجوم عليه على الفيسبوك وقال إن هو بيعمل كده علشان مصلحة البنات وإن كل بنت تلبس طرحة وما تمشيش بشعرها في الشارع. الكلام ده اللي أثار الجدل بشكل كبير جدا ويتحول الأمر لوقاعة رأي عام. وأمام كل ده وصلت البوستات بتاعته لمكان شغله في الإمارات لغاية لما تدخلت كمان السلطات في الإمارات وقررت فصله من شغله وكمان ترحيله لمصر. النشطاء على السوشيال ميديا تداولوا قصة إبراهيم ورجوعه لمصر ووسط مطالبات بالقبض عليه وكمان محاسبته في مصر على الكلام اللي بيقوله. لكن في نفس الوقت ظهرت أخبار تاني بتقول كفاية عليه اللي حصل له، أكيد هو عارف غلطه وأصبح دلوقتي من غير شغل. لكن الهجوم اللي حصل على إبراهيم ده خلاه لف ورجع تاني، لكن المرة دي بطريقة مختلفة لأنه رجع يعتذر للبنات وقال إن اللي بيعمله ده كان مجرد هزار وإن هو مش قصده أو ما كانش قاصد يبقى بيهاجم أي بنت. قال كمان في آخر بوست لي إن الابتلاء اللي هو فيه ده علمه حاجة مهمة جدا، وهو إن مش كل اللي حواليك بيتمنوا لك الخير وإن مش أي حاجة تهزر وتضحك فيها. وقال كمان إنه مش بس أصحابه واللي عنده على الفيسبوك عارفين كويس قوي إن بوستاته وكومنتاته كلها هزار وهلس في هلس. وقال كمان إنه هو عمره في حياته والله ما اتمنى أذى لأي حد أو يتمنى إن هو يضايق حد بكلامه. دي كانت آخر كلمات إبراهيم خليل علشان تنتهي حكاية الشاب اللي قلب السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. فيا ترى هو تعلم من غلطه وأدرك اللي هو عمله ده وإن ده ما يحصلش تاني، ولا دي مجرد رسالة بعتها علشان يخلي الناس تتعاطف معاه وتسامحه على اللي هو قاله؟